بس ما راح تكون قويه، حتحتاج بيز للتقويه. لنفترض اني هسه صبيته، ها انا ايش حسوي هسه الميكس الثاني مالتي؟ زين راح اخليه هنا بالجروب ورا ما ادللها. ليش ابللها؟ حتى ازيد البوند بين هاي اللاير والنيو اديشن مالتي. زين املي هذا المكان بالنسبه لللور ورا ما املي هذا الجروب اللي سويته، اشيل الميكس مالتي اخليه على شكل زي شيب، شكل الماندبل، تمام؟ واجيبها اخليها عليها وراح ترتكز على هذه المناطق الصلبه. هاي راح تقول وين هو عين؟ راح ترتكز مو على الامبرشن، على الستون مالتي اللي انا سميت بيه الفيرتيبيول. وهي طبعا تشوفيها حتفتح الموضوع. هاي هسه اذا افصل هذا عن هذا، ولو ما اقدر افصله لانه اني مسوي هذا الكونكشن بيناتهم. زين وبعدين قلبتها وصعدت البلاستر مالتي اللي هو البيز ويا الحواف مال ستون. هاي انتظرها تصير ست واجي افتحها. شلون افتحها؟ الزم الستون او البيز مالتي اللي انا مسوي اللي هي هاي، الزمها هالشكل والزم التري بهالطريقه هاي، سواء كانت سبيشال تري او ستوك تري، الزمها وابدي احرك. لاحظوا اني ما خليت الستون يحضن البوردر مال تري، لاحظتوا وقفته على الفيس بيور. من تندفن البوردر مال تري سواء كانت ستوك او سبيشال او بلاستيك تري، من اندفنت بعد ما تتحرك وتقعد تتكسر بها كسر القالب مالتك. شوف هسه إيه، هاي اثبت ايدي واحرك هاي الثانية. اكو اير بابل دكتور هنا؟ لا اكو هاي يعني هي هاي يعني اذا تشعل الارض تلعب 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 تسأل الدكتور دنتال ارش اكو بيه مشاكل؟ اكو سن مطالع؟ اكو اناتوميكال لاند مارك من فرينام من فيستيبيول مطالع؟ فروا انتم بياناتكم شوفوا الانر مالتها. حتى هسه بهالمرحله هاي اقدر اخلي البلاستر مالتي او الميكس واقلبها هالشكل واسوي البيز مالتي حتى بهالمرحله. شوفوها انتم واللي يريد ياخذ لها صوره تصورت اي شيء عندكم. قرب 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 دكتور احنا ما نسوي بيز على الماركس مال ليش نسوي بيز؟ قلنا لتقويه القالب. حاول انت قلت لك نرجع للسبب نفسه، اذا دزها هالشكل للمختبر ممكن انه اثناء الماونتنج خليها على الاوتوكاتر من ده يفتح اي هسه هذا التانك سبيس يعتبر اضعف منطقه او منطقة. انت تقول